تكون بالقسم. أبو القاسم الشاب أهم وأكبر شاعر في تونس. ليه ما قريتش عليه؟ تقرا عليه. لهنا جيت أكون يا رب باش نقول لك باش نقعد نسكن في الحومة على قريب. باش نعمل جمعية الوليدات الصغار باش نتلاقي بيهم، صغار اللي يحبوا ينقطعوا على التعليم. باش تولي تشوفني كل يوم حتى تفد مني. أنا عمري ما نفد منك. في لمين رد بالك على روحك. تحب نعمل القهوة؟ كيفاش أنت تعرف تاك قهوة؟ مشي أنا قهوة بنيد العربي. إيه حاضر يا سيدي أوريك. مي وهذه كافية بتمسح العتبة كاملة؟ هنا عتبة عمي، ليه ليه تمسح بالبومادة هذه على البلاصة الجرح معناها اللي تحت عليه، فهمت؟ هاي تفضل هاي. شيش في؟ أنا لاباس هاي. سلامة. شبيك بتيتي يا طفلة؟ تعديت الكريطة في مخزن الشور. تعديت مع لي فريحة يا حيطة. يزيدش من البلاد توا. تعرفني الوليد نحب ونحب نعاونه هو ولاد الحومة الكل. ما تعرف زينيته. بالحق حكيت شوار بحكاية. والله ما عادش فهمتك أنا. قلت لك باش يتشم علي فريحة يا أخي قلت لي يزي من البلاد. إلي فريمون أن بيرسوناج كابتيفون. يا على ليميت ما تفهموش. على قد ما خوفني في الأول على قد ما بعد بهتني. بعد خلي لك الكريطة ومشى دار خالته. ليه يا بنتي على حسب كلام كريطة لعبوها له خطير. زعما بيان سور ما هو المجرمين كي يدخلوا للحبس وليو خاطيهم ومظلومين سي كلاسيك. خسارة جات شدتو هذي ما خلطش باش نفهمو مليح. ليه انتي سي يظهر لي فيك وليت عامية صامية بيه ما عادش تنجم تبعد عليه ما عادش تنجم.